يا جمال الشراشف اللي كانت على المساند لا تحسبوها انتهت، ما زالت موجودة عند السمرقندي في المدينة المنورة أرض الكردي. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، كافة أنواع الشراشف موجودة عندهم وكافة الألوان، والبيع بالطاقة وبالمتر، واللي يبغى كميات له سعر خاص. الله يسعدكم أحباب. شوفوا بالنسبة للموقع هذاك شارع سلطانة في المدينة، هنا مدخل أرض الكردي، هناك مطعم فن المندي، وهنا السمرقندي. هذا التل طبعا، هذا الموديل من الشراشف يعطيكم شكلين، شوفوا هذا موديل وهذا موديل. طبعا الطاقة 14 متر، وال 14 متر تغطي 17 مسند. وبالنسبة للألوان ثلاث ألوان، أبيض سكري بني. يا الله على الجمال، شوف شوف القطيفة، فاكرين القطيفة؟ يا الله دوروها، ما شاء الله تبارك الله جميع الأشكال موجودة. وبالنسبة للأسعار تختلف من موديل لموديل، شوفوا هذا الموديل رقم 461، سعر الطاقة ب 140 والمتر ب 10 ريال. وهذا هنا موديل ثاني رقمه 181، سعر الطاقة 180، المتر ب 15 ريال. على فكرة القطع اللي شايفينها أصبحت من النوادر في تركيا حاليا، ثلاثة أضعاف السعر. بصراحة التجول في المحل تغذية بصرية، المحل جدا فيه شراشف جميلة وفيها تفاصيل كثير جميلة. شوفوا شوفوا كيف جمال التسجيل اللي موجود في الشراشف، بصراحة كل شرشف أجمل من الثاني وكل لون أجمل من الثاني، واللي حاب إنه يبيع ويتجر فيها ترى موجود عندهم كميات. طبعا هذا المحل يعتبر الآن من النوادر، تشوف الرقم الظاهر أمامكم، اتواصلوا معاه للطلب وللاستفسار. والقطع مكوية وجاهزة، ما يحتاج لها كوي. فرصة يا أخوان، اللي حاب يفتح مشروع ونادر وعندهم كميات ما شاء الله كبيرة ومتوفرة وشيء مميز زي ما انتم شايفين، اشتري منهم وبيع وبيع، الله يرزق الجميع. طبعا يا أحباب ترى هذه لها عدة استخدامات، استخدامها اللي كلنا نعرف انها تنحط على المساند، وتراها تنحط ايضا على البطرمة وعلى الكنبات على الارضية وعلى الظهر. وشوف الصور المرفقة في نهاية المقطع.